السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد للقناة. هنتكلم النهاردة على أول فيديو بعد ما الحمد لله عملنا الشراكة مع يوتيوب وبقيت يوتيوب بارتنر. تمام. الحقيقة أنا بشكر الفانز بشكل كبير جدا بخصوص الجزئية دي، مجهودهم معانا واشتراكهم في القناة وثقتهم فيها، ونتمنى إن احنا نكون على قد المسؤولية ونقدر إن احنا نقدم الأفضل إن شاء الله في الفترة الجاية. احنا الحمد لله كده خدنا الستيب الأولانية، وإن شاء الله بعد كده الستيب التانية تبقى يعني نتمنى بقى فيها إن شاء الله يبقى فيه ريفينيو ويبقى فيه أرباح للقناة تساعدنا إن احنا نقدر نطور ونقدم بشكل أفضل. تمام. طيب بالنسبة لفيديو النهاردة، هو النهاردة فيديو مختلف. تمام. احنا هنتكلم فيه على الموبايل اللي هو ال 13 برو. تمام. هو الموبايل ده الحقيقة هو جالي من أمريكا. تمام. ودي النسخة الأمريكاني، مميزة جدا بالفتحة اللي هي في الجنب دي، مش بتلاقيها في النسخ الآيفون التانية. غير كده مفيش أي اختلاف خالص، هو نفس كل حاجة بالنسبة للأجهزة الأخرى. تمام. فخلينا النهاردة نبدأ الفيديو ونتكلم عنه بشكل مستفيض ونقول إيه الملخص. هو الجهاز ده أنا بستخدمه تقريبا حوالي بقالي شهرين. هنتكلم بقى فيه عن التجربة معاه بشكل مفصل. هنتكلم ايه المميز فيه، تمام، وايه الحاجات اللي شدتني فيه وايه الحاجات اللي مش عجباني فيه. تمام. فخلينا نبدأ الفيديو ونشوف عندنا ايه. خلينا نبدأ. ورجعنا تاني مع ال 13 برو. تمام. ده شكل الجهاز. طيب هنتكلم اول حاجة عندنا بالنسبة لل 13 برو وهي الديزاين. زي ما احنا شايفين هو ديزاين من الفريم الومنيوم. تمام. يمكن الجزئية اللي هنا دي بتميز النسخ الامريكاني. تمام. بنلاقيها في الاجهزة التانية مقفولة. تمام. وفي طبعا العلامة اللي هي بتاعة الاكشن بوتون. الموبايل الظهر بتاعه من الازاز، و لكن هو الازاز المسنتر، يختلف عن الاجيال اللي قبل كده. فان هي هو طبعا شبيه بالديزاين بتاع ال 11 وال12 اللي هو الازاز المصنفر. في الاجيال اللي هي مش برو بتبقى ازاز لامع، لكن كله في النهايه ازاز. تمام. عليه طبقه حمايه على الشاشه سيراميك شيلد، ودي طبقه خاصه بابل بتتميز بيها. تمام. هي منافسه طبعا لطبقه الحمايه اللي هي جوريلا جلاس، وطبقه طبعا الحمايه الخاصه بهواوي، وطبقه الحمايه كمان اللي بقت تعملها كمان شاورما. تمام. طيب بالنسبه للجهاز، اول نقطه عندنا فيه هو الكونكتيفيتي بتاعته. هو موبايل 5G. تمام. الفيرجنز بتاعته بتبقى يا اما 1 سم و2 اي سم، او دول اي سم يعني اتنين، سوري دول سم. شرحتي النسخ اللي بتنزل منه، نسخ اللي هي الشرق الاوسط بتبقى مميزه، فان بيبقى العلبه عليها عربي وانجليش، والنسخ اللي هي العالميه بتبقى انجليش بس. تمام. وعندنا النسخه الصيني اللي هي بتبقى شريحتين، والنسخه الياباني السبيشال اللي هي بتبقى بس فيها اوبشن ان الشاتر بتاع الكاميرا بيعمل صوت حتى الموبايل لو صعد. تمام. وده سبيشال اوردر بتطلبه اليابان للناس اللي ما تعرفش المعلومه دي. تمام. بالنسبة للموبايل، هو الشاشة بتاعته 6.1، شاشة سوبر ريتنا اوليد اكس دي ار. تمام. بتردد 120 هرتز، والشاشة دي بتدعم اتش دي ار 10 بلس، وبتدعم الدولبي فيجن. دي حاجة طبعا رائعة جدا، دولبي فيجن بالنسبة للنتفليكس والبرايم والحاجات اللي هي بلاتفورمز نقدر نتفرج بيها على الفيديوز. تمام. طيب بالنسبة للشاشة، هي بيوصل السطوع بتاعها ل 1000 نيتس أو 1000 شمعة كستاندر، بتعلى معانا لحد 1200 تحت أشعة الشمس. تمام. بالنسبة للشاشة كمان، من ضمن المميزات بتاعتها إن هي ريزولوشن بتاعها بيوصل لحد 460 بي بي أي أو بيكسل بير إنش. تمام. فطبعا ريزولوشن قوي جدا بالنسبة للشاشة، فده أول نقطة قوية بالنسبة للشاشة. وزي ما احنا شايفين عندنا في نوتش صغيرة كده، تمام، عاملة زي الشنب. تمام. يمكن أصغر شوية 20% من الأجيال السابقة. طيب بالنسبة للموبايل ده، هو بيجي بمعالج أبل بايونيك 15. تمام. بمعمارية 5 نانومتر. تمام. وبيجي كارت شاشة من أبل برضو بخمسة كورز أو خمس أنوية أو خمس مسارات للطاقة. تمام. فده افضل من الجيل السابق،
وبالنسبه للمعماريه هي تعتبر شبيهه شويه ب 12 برو ماكس، لكن هنا الشاشه المميز الاساسي فيها وهي البروموشن، تمام، شاشه تردد عالي. نقطه التردد العالي دي مهمه جدا هنا بالنسبه لابل. تختلف عن اجهزه الاندرويد في ايه؟ اجهزه الاندرويد التردد العالي بتاعها هو عالي طول الوقت، لكن هنا السيستم بيغير التردد لان هو فاريبل متغير من 10 هرتز لحد 120 هرتز ديبند على الابس اللي انت بتفتحها. فبالتالي بيفيدك في حاجتين، اولا بيوفر في الطاقه بشكل كبير جدا، تخلي البطاريه تقعد وقت اطول، في نفس الوقت بيديك سلاسه للتليفون اكتر. وعشان اكون امين معاك، هو اصلا ايفون سلس. الايفون يا جماعه السر الاساسي بتاعه في السلاسه، وان هو انت حتى لو شغال على 1 جيجا رام مش هيبقى عندك اي مشاكل خالص، هو انه شغال بفكره الوان اب. انت حضرتك بتفتح الاب، الاب بيشتغل، فتحت واحد جديد يقفل القديم يفتح جديد. غير الاندرويد وغير الويندوز ان هو بيحمل على الرام الذاكره الافتراضيه، فبالتالي لما الرام تتملي يبدا الجهاز يبقى بطيء. ده الاختلاف في سيستم الاي او اس عن سيستم الويندوز وسيستم الاندرويد. كمان في الكاش، ان الكاش ميموري بتاع الابل مش بيعمل تيمبو تراكنج فايل زي كم الايه اللي بيحصل في الاجهزه التانيه، فبالتالي انت المساحه عندك بتفضل زي ما هي. الابلكيشن بس لو نزلت له ابديت حجمه بيكبر، لكن اكتر من كده لا، مش هتلاقي بقى الكاش والتيمب فايل، تمام. فدي الميزه الموجوده هنا في الاجهزه دي. طيب بالنسبه ليه النسخ اللي بتنزل منه، هي بتنزل كمساحات، هي طبعا 6 جيجا رام ثابته في كل النسخ. الفرق ما بينه وما بين ال 13 برو ماكس، ويمكن ناس كتير جدا هتسال السؤال ده، في حاجتين بالعدد، السايز الحجم، ان ده 6.1 وال 13 برو ماكس 6.7، يعني بالقياسات كده حوالي سنتي وربع بالظبط، سنتي بالطول وربع بالعرض بالظبط، ده الفرق في المقاسات، تمام. والحاجه الثانيه في البطاريه، الجهاز ده بطاريته 3095 ملي امبير والثاني 4300 ملي امبير، طبعا اكبر وبطاريه افضل، تمام. ولكن البطاريه بتاعت الجهاز ده فعلا محترمه، تمام، مع الاستخدام الشاق بتكمل معاك اليوم، وانا بالنسبه لي ممكن تقعد يوم وربع ويوم ونص لو مش ماسك التليفون كده، تمام. طيب النقطه الثانيه هي في المساحات، المساحات اللي بيجي بيها بيجي ب 128 256 و512 و1 تيرا. طيب هل المساحات هنا فيها فرق؟ اه فيها فرق. فرق اساسي ان ال 128 مش بيدعم الاوبشن اللي هو البرو اس، وده هنجيله في لما نيجي نتكلم على الكاميرات، تمام، وهنقول ليه. طيب بالنسبه للجهاز، طبعا هو بيجي ب اربع كاميرات، تمام، زي الاجيال السابقه، هي كاميرات 12 ميجا بكسل، تمام، الاربع كاميرات 12 ميجا بكسل، ثلاثه ورا وكاميرا اماميه. طيب بالنسبه للكاميرا الاساسيه بتاعه التليفون اللي هي 12 ميجا بكسل، بتيجي بفتحه عدسه 1.5، وده بيعتبر اكبر فتحه عدسه ابل قدمته لحد النهارده، تمام، مفيش موبايل ابل عملته بفتحه عدسه بالكم ده. فبالتالي فتحة العدسة الكبيرة قوي دي هتساعد ان الكاميرا تاخد اضاءة اكتر، فبالتالي هتديني نتائج احسن في التصوير، تمام. دي الكاميرا الاساسية. طيب الكاميرا دي مميزتها كمان ان البيكسل بتاعها 1.9، يعني تقريبا قرب الاثنين، فكأنك ال 12 كأنها حوالي 24، فدي نقطة مهمة. طيب النقطة الثانية، الكاميرا التليفوتو، الكاميرا دي بتيجي برضه 12 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.8، يمكن فتحه عدسه ضيقه، ولكن هي قطر بتاعها بيوصل ل 77 ملي متر، تمام، فبالتالي القطر بتاعها كبير، وفي نفس الوقت هي كمان فيها اوبتيكال زوم لحد 3 اكس، فدي كاميرا للتقريب رائعه جدا، تمام. طيب الكاميرا الثالثه عندنا وهي الكاميرا الوايد، ويمكن دي بقى نقطه نقف عندها كتير، ان ابل بتقدم في ال 13 برو والبرو ماكس افضل كاميرا وايد قدمتها لحد النهارده بفتحه عدسه 1.8. كاميرا الوايد زي ما احنا عارفين هي دورها هي زاويه عريضه عشان اقدر ان انا اصور بيها، مثلا لو مجموعه من الناس فبصورهم كلهم يبقوا في صوره واحده، تمام. طيب كمان عندنا من ضمن الاضافات الرائعه هو سنسور اللايدار، اللي هو السنسور المسؤول عن تحديد الاطراف، وان انا اقدر اصور بيه صور بورتري، واقدر ان انا احدد بيه الاطراف بشكل طبيعي ويعزل الخلفيه، تمام.
اوبشن برضو اضافي في الجيل ده ما كانش موجود في الجيل السابق، وهو الكاميرا الماكرو. هو هنا مش كاميرا، هي هنا سوفت وير. ان انا لما بقرب الموبايل من اوبجكت معين بيبدا يحوله الماكرو، ان انا اقدر اشوف مثلا لو بصور عمله او بصور حاجه فيها كلام دقيق، روشته الدكتور مثلا، حاجه انا مش عارف اقراها، يقدر يطلعها لي الكلام يبقى واضح فيها بشكل كبير جدا. كاميرا السيلفي هي شبه الجيل السابق، كاميرا 12 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.2. طبعا الكاميرات هنا بتصور 4K تمام لحد 60 فريم في الثانيه. طيب اللعب بقى اللي جامد عن الاجيال السابقه، اول حاجه عندنا ان الموبايل هنا بيدعم فكره ال اول حاجه البرو، وهو ان انا اقدر اصور بموبايل صور خام. الصور الخام للناس اللي فاهمه في التصوير، فاهمه ان في حاجه اسمها ان انا ممكن بصور صوره خام زي ما السنسور بيشوفها بالظبط بدون اي تعديلات. فهنا ابل عاملاه مود اللي هو البرو بيظهر لك في الكاميرا لو انت نشطته، عشان تقدر تصور صورة قابلة للتعديل بتعديل بسيط من ابل من غير ما يكون فيها افكتات من الكاميرا نفسها، فيبقى سهل عليك بقى في برامج التعديل او في المونتاج تقدر ان انت تلعب فيه. فده اول اوبشن قوي جدا. الاوبشن الثاني هو البرو ريس اللي احنا اتكلمنا عليه. ليه البرو ريس مش موجود في النسخة 128؟ لان هو بيديني كواليفيكيشن للفيديو اعلى من ال 4K تمام، فيديو ب 10 بت كولر تمام، فيديو بريزولوشن غير طبيعي و اتش دي ار عالي قوي، بيوصل مساحه الفيديو لو الفيديو 4K ل 6 جيجا، وبيوصل مساحته لو هو اتش دي لحوالي 2 جيجا. عشان كده هو لو النسخه 128 مش غاز اصلا، وبيظهر في النسخ اللي بعد كده 256 و 512 وال 1 تيرا تمام. طيب عندنا كمان السينماتيك مود، واللي هو بيصور لحد فول اتش دي، ومسؤول ان هو يصور فيديو بعزل في الخلفيه كانك بتصوره زي الصور البورتريه تمام. فدي الميزه اللي موجوده في الكاميرا. طيب الموبايل كمان من ضمن المميزات اللي موجود بيها ان الموبايل الباتري بتاعته 3095 ملي امبير، بيدعم شحن سريع بي دي 2.0. يعني لو حضرتك بتوصل شاحن بي دي زي ما اتكلمنا قبل كده في الفيديو الخاص بالشواحن، يشحن معاك لحد 20 واط. لو شاحن يو اس بي اي عادي هيشحن مثلا معاك في حوالي ساعتين ساعتين وشويه. بيشحن لاسلكي بالماكسيف الاصلي 15 واط، ولو شحن لاسلكي عادي بيشحن 7.5 واط. ده بالنسبه للفيتشرز اللي موجوده. النقطه اللي تهم برضه ناس كتير جدا ان هو الجهاز ده 2021 لسه ستيل ليه دعم حوالي 4 سنين من ابل، ده على الاقل تمام، الا بقى لو ابل ناويه ان هي تزود الدعم عن كده، فده المده الطبيعيه اللي بيتكلموا بالنسبه للدعم. فنتمنى يكون ده لخص التجربه الخاصه بالايفون اللي اتكلمنا عنه بشكل مستفيض بالنسبه كفيتشرز، بالنسبه للاستخدام. يمكن الكومنتس اللي انا بالنسبه لي لفتت نظري كتير قوي في التليفون، هو زي ما اتكلمنا الشاشه كشاشه صوتها حلوه جدا، مكالمات رائعه، الجهاز بيقدم تجربه قويه جدا. يمكن يكون النقط السلبية بالنسبة لي اللي أنا يعني النقط البسيطة السلبية اللي أنا شايفها بالنسبة للموبايل، هو أول حاجة الظهر الإزاز بتاعه، هو لو أنت ماسكه من غير جراب ممكن يقع منك. يعني هو إزاز رائع تحفة بصراحة، ولكن هو مشكلته إن هو لو فعلا من غير جراب أنت لازم تجيب له جراب أيا كان بقى الجراب، لأنه فعلا لو إيدك مبلولة هيقع منك تمام. دي حاجة. وطبعا الإزاز ده لو وقع 99% كسب، يعني مهما كانت متانته وهو فعلا مصنوع بخامات كويسه جدا، ولكن هو معرض طبعا ان هو ايه يحصل له حاجه. فانت لازم تفكر في قصه الجراب دي تمام. تاني حاجه البروز بتاع الكاميرات، انت فعلا محتاج تحط له جراب، يا اما يكون غطسان شويه، يا اما تحط له الحمايه بتاعه العدسات، لانها برضه وارد جدا انها تتخربش او انها تتكسر تمام. طيب بالنسبه لمساله الشحن، انا عن تجربه شخصيه شايف ان هو نوعا ما مرضي. يعني انت لما تيجي تشحنه بي دي، انا جربت عليه شاحن بي دي بيشحن في حوالي ساعه ونص، الشاحن العادي بيشحن مثلا في ساعتين ساعتين و10 مثلا بالكتير قوي، فيعني لحد ما مده مش قليله
ويعني كنا نتمنى ان هي يكون سرعة الشحن افضل. يعني فكرة برضه الشحن اللاسلكي اوبشن قوي جدا بالنسبة له، ولكن هو زنقك فان انت لازم تجيب الماكسيف عشان تاخد ال 15 واط، لان ال 7 ونص واط دول بطاء جدا، لان هو الشواحن العادية بتديك 10 واط، ف 7 ونص ده اضعف، لكن هو طبعا فيتشر قوي جدا. فدي الحاجات اللي انا بالنسبة لي شايف ان هي مش مرضية. ولكن في نقطة برضو مهمة نحب ان احنا نتكلم فيها، السبب الرئيسي في حب الناس للايفون وان الناس شايفة ان الايفون فعلا بيقدم تجربة قوية جدا، ان هو بيقدر يحقق لك نتائج في الصور ايا كان ظروف التصوير ايه. لو الشخص ده ما بيفهمش حاجة في الكاميرا وفتح الكاميرا وصور هتطلع صورة كويسة. الاندرويد بيقدم نتائج رهيبة، ولكن لازم انت تكون بتعرف تصور. لو انت ما تعرفش تصور هتحتاس في الاندرويد، لان مش هتعرف امتى تصور نايت وامتى تصور صورة فيها بورتري وامتى تصور صورة الاضاءة مظبوطة وامتى تبقى، لو الاضاءة ضعيفة صور نايت مود، لو انت الدنيا مش عارف ايه تعمل ايه، امتى تزوم، امتى تعمل وايد، كل الامور دي لازم انت تبقى فاهمها. لو انت مش فاهمها هتصور اي حاجة في اي حاجة فتطلع لك نتائج مش مظبوطة. فده الكومن وعن تجربة شخصية ما بين الاجهزة. فنتمنى يكون الفيديو فيه استفادة، وما تنسوش تدعمونا باللايك والسبسكرايب. شكرا جدا.